انا بعد ما عندي واحد شويه ثاني ده من الفوق حاجه هاد معلقه كبيره ديال سنيده. خوتي ها هو الدجاج ديالنا، هاد الدجاج ديالنا هو بعد ما تشحر غنزبيه بعد ما شللتو غنديرو من الفوق. هاهو درت الزبيب بعد ما درت واحد شويه ديال المطشة من الفوق، هاهو تجي زوينة تجي المرقة خاطرة. خوتي هاهو طاب الطاجين ديالنا شكل تيجي، هاهو نتمنىكم يا ربي ما تنساونيش بشي كومونتير بشي لايك، بارطاجيو ليا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ولا لي خطيكم، وشكرا لكم. خير نهائي ديال الطاجين ديالنا، وشكرا لكم على خطيكم.